معي عبر الهاتف من دبي دكتور مصعب عبد الرازق استشاري أطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور مصعب. الطفل يعد بدين إذا ما زاد الوزن الطبيعي بنسبة 20%، لأي عمر بداية قبل أن نتحدث عن موضوع السمنة تعتبرونه طفل؟ لأي عمر؟ يعني أول شيء مساء الخير. مساء النور. الحقيقة الطفل من البداية إذا ما أخذ رضاعة طبيعية بشكل مضبوط واعتمد على الحليب الصناعي، هذه أحد الأسباب اللي تؤدي إلى بدايته بزيادة الوزن أو بالسمنة. نحن نقدر نحدد الطفل بدأ يظهر عليه علامات السمنة من عمر الشهر سنتين حتى عمر ال 14 سنة. أها. هالفترة بالذات بين السنتين والخمسة هي بتحدد إنه هذا الطفل مستقبله حيكون سمين، حيكون زايد الوزن أو ما حيكون في زيادة بالوزن. بالضبط، يعني نقطة مهمة جدا دكتور مصعب، بأنه بالأعمار بالأطفال يعني من عمر سنتين إلى أكثر بقليل من الصعب أن نجد أطفال، أو ليست حالات كثيرة أكثر من وزن طبيعي ب20%، صحيح؟ ولكن مهمة جدا النقطة اللي ذكرتها، تحضير لمستقبلهم بأنه هناك مؤشرات تقول بأنه سيكون بدينا بعد سنين، كيف يتم التعامل مع الموضوع؟ نعم، هو الطفل الحقيقة بالمرحلة الطفلية لهلأ ما تحط نظام محدد نحدد انه الطفل داخل بسمنة في زيادة وزن ولا لا، المعايير، لانه احنا دائما بنعتمد على الكتلة الجسمية اللي بتسموها البي ام اي، اللي بتعتمد على الوزن مع مربع الطول، فبيعطينا هالنسبة هي بنحدد اذا كان الطفل فعلا زايد ولا نائل، بس في هالاعمار هي كثير صعبة تتحدد، لذلك ببين اذا كان عندك الجدول اللي بنعتمده الخط البياني بالنسبه للوزن والطول، اذا لقينا المعدلات اللي طلع فيها وزن الطفل اكثر فعلا من 20% هذا يعتبر سمين ومستقبله حيكون مهدد حقيقه صحيا بمجموعه من الامراض اللي قد تؤدي الى تعبه. ما النسب التي تتحدثون عنها وفق دراساتكم بانه وفق الحالات التي ترونها دكتور مصعب بأن فعلا يصاب طفل البدين بأمراض؟ ما في شك زيادة الوزن هي عبارة عن زيادة السعرات الحرارية، هي عبارة عن عملية الأكل كيف عم بتتم، الحياة الاجتماعية تبع الطفل هي كلها بتؤدي إلى السمنة، زيادة الدهون بالجسم بتؤدي إلى تحديد من عملية دخول الأنسولين، عملية الـ وظيفة الأنسولين في إدخال السكر إلى الخلية، وبالتالي بيزيد السكر في الدم. نسبة كبيرة من الأطفال ممكن يتعرضوا للسكر رقم 2، سكر بسموه مش السكر البدائي، السكر الثانوي، لأن يعني السكر البدائي له علاقة بإفراز الأنسولين، لكن السكر الثانوي له علاقة بممانعة الجسم للاستفادة من الأنسولين، وهذه نسبة كبيرة ولاحظناها الحقيقة موجودة، عدد كبير من الأطفال عم بيعانوا بكبر أو حتى بالفترة الحقيقة ما بين 12 و16 سنة عم نشوف السكري وعم نشوف الضغط وعم نشوف زيادة الكوليسترول وعم يأثر أحيانا حتى على الغدد عنده، فهذه الأمور هي كلها يعني الواجب الحقيقة علينا أنه نحن نحضر الطفل إلى ما أنتم ذكرتوا بتقريركم، هو مش التربية بس هو عملية تعليم الطفل شو صحيح شو الأكل الصحي. الموضوع جدي يعني لا يجب تساهل معه من قبل الأهل. شكرا جزيلا لك من دبي دكتور مصعب عبد الرازق استشاري أطفال.